طيب باقي عندي المسألة الثانية. المسألة الثانية محلول ملح كلوريد الأمونيوم. كلوريد الأمونيوم طبعا من حمض قوي وأساس ضعيف، تركيزه 2 بالعشرة وقيمة البي اتش 5، والمطلوب اكتب معادلة حلمهة الملح. طبعا الملح كلوريد الأمونيوم، ملح كلوريد الأمونيوم نعم، هذا الملح الصلب في الماء يذوب ويتميه ويعطي أيونين، أيون موجب ضعيف وأيون سالب قوي. سي ال سالب شق قوي يتميه هذا حيادي، وإن اتش 4 موجب شق ضعيف يتحلمه، يتحلمه بالماء زائد 2 اتش 2 او يعطي ان اتش 3 او اتش زائد اتش 3 او موجب. طلاب اللي بيكتب ان اتش 4 موجب زائد اتش 2 او ليعطي ان اتش 3 زائد اتش 3 او موجب كمان بياخذ علامه، لانه هيدروكسيد الامونيوم هو نفسه محلول النشادر في الماء. اذا هيدروكسيد الامونيوم هو نفسه محلول النشادر في الماء. اذا اعيد، هيدروكسيد الامونيوم هو نفسه محلول النشادر في الماء. فبما انه هو طبعا اذا اعطاني بنص المساله انه بده ثابت تأين، او اعطاني ثابت تأين النشادر بكتب المعادله الاولى، اذا قال لي ثابت تأين هيدروكسيد الامونيوم بكتب المعادله الثانيه. طبعا السؤال الثاني، احسب ثابت حلمهة هذا الملح. طبعا التفاعل حلمها تراكيز بدائي، تراكيز توازن، كي اتش يساوي اتش 3 او موجب في ان اتش 4 او اتش على ان اتش 4 موجب، كي اتش اكس في اكس على 0.2 ناقص اكس، هذه اكس تهمل. لصغرها طلابنا عندنا البي اتش 5، خمسة البي اتش، وبالتالي الاكس هو نفسه تركيز اتش 3 او موجب، وتركيز اتش 3 او موجب هو 10 قوي ناقص بي اتش ويساوي 10 قوي ناقص 5. لذلك اقوم بتعويض بدل كل اكس 10 قوي ناقص 5. اذا 10 قوي ناقص 5 في 10 قوي ناقص 5 على 0.2، الجواب 5 ب 10 قوي ناقص 10. الآن نقوم بحساب كي بي ثابت تأين الأساس، ويساوي 10 قوي ناقص 14 على كي اتش، لأنه كي اتش في كي بي يساوي 10 قوي ناقص 14. طبعا كي 10 قوي ناقص 14، كي اتش طلع 5 ب 10 قوي ناقص 10، وبالتالي كي بي ثابت تأين هيدروكسيد الأمونيوم هو 2 ب 10 قوي ناقص 5، 2 ب 10 قوي ناقص 5.